احمد طبعا برحب بيك تاني في البدايه، لكن فعلا السؤال ده يعني انت برضو ليك اعمال كثيره وادوار مختلفه، يعني في الاختيار لسه كنا بنتكلم اختيار اتنين عملت دور ضابط الارهابي واتقنت الدور جدا، وبرضو عملت افلام كثيره جدا ناجحه ومع اسماء كبيره يعني ودور كفيف، يعني قصه برضو التنوع ده فادك اكيد لان انت ما مشيتش في تراك واحد، خلينا برضو نتكلم على ده. طبعا يعني اولا طبعا برحب بيكم، وانا عايز اقول ان يمكن ماليش حاجة في رمضان ده، بس يمكن النهاردة كان ليا اول بطولة بوجودي داخل قناة النادي الاهلي ووجودي مع حضرتك. لا نورتنا والله بجد مع الاستاذ شريف مع الاستاذ كريم، فدي كده اول بطولة، لان طبعا اكيد جماهيرية النادي الاهلي العريضة مش في الوطن العربي بس، ده في العالم كله، وجماهيرية قناة النادي الاهلي، فاعتقد ان ده هيفرق كتير معايا انا كفنان وجودي النهارده معاك، وان شاء الله وشنا يبقى حلو عليك دايما، ضيوفنا والله وشنا بيبقى حلو عليهم فعلا ان شاء الله. بتهيألي انت كنت اسعد حالا واسعد حظا شويه عن كابتن شريف في حته ان انت اتيحت لك فرصه ان انت تعمل ادوار مختلفه شويه. طبعا مش كده برضه؟ انا طبعا انا دارس اصلي كمان تمثيل واخراج وعضو نقابه المهنه التمثيليه ومتعين كمان في المسرح الدوله كممثل، يعني الموضوع طبعا بالنسبه لي ده هو شغلي طبعا وهي مهنتي وهي دي مصدر دخل كل حاجه. واللي خلفيته مسرحيه كمان بيبقى اكثر دسما كتير من غيره. طبعا والممثل دايما يحب يبقى يتقال عليه اكتور، يعني اللي هو قماشته بتبقى واسعه، بيعمل تراجيدي، بيعمل كوميدي، بيعمل وزير، بيعمل غفير، بيعمل كفيف، بيعمل سايكو. انا بحب ده، ما بحبش ابقى محدود في حته بس واحده. ادعي لي بس انا ارجع تاني على دور ايه بقى؟ اصل لما قال سايكو فرحت. يا رب يا استاذ شريف يا رب. ادعي لي ادعي لي وانا ادعي لك من غير حاجه والله. وانا هخليك في حته تانية خالص. فالحمد لله والشكر لله. بس ادينا بيتر ميمي تاني. بيتر ميمي طبعا كان مخرج كبير. حاجه جميله جدا. هو كان اللي مختارني في دور. اشتغلت مع شخصيه جميله. هو اللي كان اختارني في دور محمد البكاتوشي. من ادواته الحقيقه بتطلع عمل واثنين وثلاثه، فان شاء الله العمل حتى اللي انت عملته معاه ده اكيد هيبقى ليه رد فعل. طبعا طبعا، وكان من الادوار الصعبه جدا كمان انك تعمل دور يكون موجود اوريدي في الحياه فانت تعمله طبعا. فطبعا دي بتبقى صعبه على الممثل، غير لما يبقى في شخصيه انت اللي بتعمل لها الهيستوري بتاعها، بتبتدي تشتغل عليها، غير لما تبقى في شخصيه اوريدي موجوده. طبعا دي بتبقى اصعب شويه على الممثل. بتعمل مقارنات على طول. على طول. صحيح. وهو كان شخصيه الحقيقه يعني الله يسامحه بقى، بس هو الشخصيه كانت صعبه وناس كرهتني جدا فيها، كنت بشتم شتيمه بس. لا بس ده نجاح طبعا. لا انت بظل نجوم كتير جدا علمته وبقت موجود يعني. الحمد لله. وعلى السوشيال ميديا من ساعتها ما بقتش اقعد على السوشيال ميديا خالص، بقيت ما هو انا شتمت شتيمه جامده قوي وبيتعاملوا معايا لان انا الشخصيه الحقيقيه. بس انت سيدي العارفين، ما هو الهجوم ده معناه ان انت نجحت في الشخصيه جدا. خفت بقى يا استاذ كريم، خفت الحقيقه بقى، سلمت موضوع السوشيال ميديا دي بقى لمراتي، بقت هي اللي قاعده بقى، هي اللي معاها الباسورد بتاع كل حاجه. كله دي نقطه كويسه. دي نقطه خطيره. مش مجرد مهمه، دي خطيره جدا. انا عايز يعني بالمناسبه دي اشكرها يعني من خلال وجودي في القناه الحقيقه ست يعني كتر خيرها، وهي واقفه جنبي ومستحملاني ومستحملاني في الوحش قبل الحلو، فاكبر رزق الزوجه الصالحه. انا بشكرها قدام كل جماهير قناه النادي. كلنا بنشكر مراتاتنا. لا ده غصب عننا. كابتن شريف في موقف يعني. ايوه ما تجيبلناش الكلام. مستحملاني العمر ده كله. وكريم مش عايز تشكر بقى. والله يحس كده. ايوه يا محمد ده عشان اشكر انتوا قاعدين تسمعوا. اكيد اشكرها. بالمره. ممتنين جدا يعني مش عارفين نقول لك ايه بجد والله، انت ونور ومنورين حياتي كلها. متشكرين يا محمد.